متابعين قناة الصحة والجمال. خلونا قبل ما نبدأ أول فقرة في برنامجنا النهاردة نتكلم أكتر عن فقرات البرنامج مع نادين. برنامجنا بيقدم فقرات مختلفة ومتنوعة، هيكون من ضمن الأفكار فقرة آخر الأخبار الإيجابية في كل أسبوع، وهيكون لينا دور كبير جدا جدا في دعم المواهب الشابة. لو كنت بتغني أو بتعرف تكتب أو بتعرف ترسم أو بتلقي شعر، هنوفر لك فرصة الظهور على الشاشة وندعمك. وهنتكلم كمان في برنامجنا على الترندات المهمة، وهيكون معانا فقرة صباح الصحة، واللي من خلالها هنقدم معلومات ونصايح طبية خفيفة، وخلينا نعرف أكتر عن طرق التواصل. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال الأرقام اللي تظهر قدامكم على الشاشة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج صباحك أحلى. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا، وهيكون معانا الفيديو بلوجر رانيا سليمين. اهلا بيكي يا رانيا. ازيك يا نادين، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ممكن يا رانيا تعرفينا عن نفسك؟ انا اسمي رانيا سليمين، من القاهره، عندي 19 سنه. بس الفكره جات لك منين يا رانيا؟ فكره ان انت تبقي فيديو بلوجر كده جات لك منين؟ انا كان ليا اصحابي كلهم في السوشيال ميديا بيعملوا مقالب في بعض، فكنت بتابع اليوتيوب كتير وانا صغيره، فعجبني جدا حوار المقالب والهزار والضحك، وان انا يعني من صغري بحب اعمل مقالب في الناس وكده، فجت لي الفكره ان انا ابدا على اليوتيوب ان انا انشر الفكره بتاعتي. يعني مين شجعك على فكرتك ومين وقف ضدك؟ طبعا الاهل كلهم وقفوا ضدي، ان ازاي بنت بتظهر على اليوتيوب، طبعا في مجتمعنا ازاي بنت تظهر على اليوتيوب وكده، بس انا ما همنيش كلام حد، انا طالما ماما وبابا واثقين فيا وبيشجعوني لكده، فبدات ان انا اعمل، وهم اللي كانوا بيدعموني. يمكن اخواتي لا، بس بابا وماما كانوا في ظهري دايما، وبرضو اصحابي كتير منهم شهاب وبهيره مشهورين جدا، هم اللي دعموني وهم اللي خلوني اوصل لنص اللي انا عاوزه اعمله. ايه اغرب رد سمعتيه في الشارع؟ اول حلقه نزلتها في الشارع، كنت نازله بعمل دردشه في الشارع مع الناس، لقيت واحد بيقول لي انت مين وطلعي لي بطاقتك، فاستغربت جدا لرد الفعل، يعني المفروض انا المذيعه اللي نازله بتكلم، فلقيته بيقول لي طلعي لي بطاقتك، فاستغربت جدا بقى، كنت اول مره انزل الشارع وكده، بس ده اغرب رد جالي من الناس اللي هو عاوزين بطاقتي وكده. طيب انت يا رانيا كنت بتقولي من وانت صغيره بتحبي تعملي مقالب في الناس وكده، مين اكتر حد كان بيساعدك في فكره ان انت تعملي مقالب وبيساعدك تعملي مقالب في الناس؟ ساعات كنت بقعد مثلا اكتب سكريبت عن حلقه او عن مقلب او عن اي حاجه عاوزه اقدمها عامه، وكنت بعمل عليها زي بروفات مع نفسي كده، اللي هو مثلا اكن قدامي مخدة وأنا بعمل فيها المقلب، بتصور رد الفعل من دماغي، ببدأ أتخيل كده يعني، فكنت أنا اللي بدعم نفسي، ما كنتش بلاقي حد يدعمني مثلا في أفكاري. أيه. إيه أكتر حلقة نفسك تصوريها أو صورتيها وحاسة نفسك أن أنت كنت متألقة فيها؟ هي أول حلقة نزلتها في الشارع، كنت أول مرة أقف قدام كاميرا من سنتين، كنت لسه صغيرة جدا طبعا، أنا بدأ مشوار اليوتيوب والإذاعة، كنت برضو في الراديو والحاجات دي، بدأ المشوار ده من وأنا عندي 14 سنة. أيوة. ماشية فيه، باخد كورس، أطلع من كورس لتدريب لتست مايك، الحاجات دي كلها، لحد ما قدرت أن أنا أوصل لحاجة كويسة، لجرايد كده. يعني إيه أكتر حلقة صورتيها حسيت نفسك أنت كنت فعلا متألقة فيها؟ دردشت الشارع، لما نزلت كنت بسأل الناس لو حبيبتك لقيتها بتتجوز قدام عينيك وانت معاك المايك، تحب مثلا تقول لها ايه في المايك؟ طبعا اللي قال انا هطلع واقول لها دي كانت حبيبتي، واللي هفضحها على الستيج. يعني لقيت اغلب الردود من الشباب ان هم هيفضحوا البنات، محدش هيبقى يعني محدش مثلا هيقول ربنا يسعدها وكده، لا احنا هنطلع ونقول لها انت كنت حبيبتي قبل كده،
كده يعني، فكانت اغرب الردود من كده. كنت قايله لي ان انت عملتي مقلب في واحد من صحابك واختك، انهي مقلب فيهم اللي عجبك اكتر؟ انهي اللي صدق المقلب اكتر؟ الاثنين كانوا جد جدا. انا كنت بعمل مقلب في صحابي، كنت هما من مشاهير برضو السوشيال ميديا، حبيبة وأدهم، كانت أول مقابلة لينا مع بعض. أنا بحبهم جدا وهما برضو عارفيني وبيحبوني، بس جيت قعدت بتكلم معاهم بتناكة أو باستفزاز. يعني المقلب دوت احنا حضرنا له كتير، كنا معلقين كاميرا تحت كنبة عشان تصور، وبدأت استفزهم، انتوا لبسكم وحش، شكلكم وحش، بدأت ان انا استفزهم قوي، فلقيتهم بقى يعني وصلت لضرب وحاجات اتكسرت وكده. فهو المقلب ده اللي عجبني علشان بحب الحاجات اللي فيها اكشن كتير. بس تحب تدي ايه نصيحة للشباب في مستقبلهم؟ انا مش هعرف اديهم حاجة يعني تفيدهم، بس اللي عاوز اقوله ان اللي عنده هدف او عنده حلم ما يسيبهوش وما يأسش، وحتى لو الناس كلها كانت ضده، ما يعني ما تسكتوش على حلمكم ادام انتوا عندكم هدف ومقتنعين بيه، ما يهمكوش كلام الناس، لان كلام الناس كده كده يعني ولا بيقدم ولا ولا بيأخر. بيأخر. وسواء بتعملي حلو او بتعملي وحش هتلاقي انتقادات وهتلاقي تعليقات سلبية كتير. انتي ركزي، لو جالك تعليق ايجابي وسط مليون تعليق سلبي امشي عليه، انتي عارفه ان انتي كده ماشية صح. بس وصلت لقد ايه على اليوتيوب؟ قد ايه فولورز؟ انا عندي قناتين، قناة 1000 و2500 وقناة 128,000، وعلى الفيسبوك واصلة 10,000 فولورز، وعلى الانستجرام برضو واصلة 10,000. عقبال ما توصليهم للمليون ان شاء ان الله. شاء الله. خدت قد ايه عشان توصلي للفولورز دول؟ كان مشوار صعب كتير جدا، وطبعا لازم كان سبونسر. 120,000 دول انا جبتهم مثلا من سنتين، بس يعني كنت قافله القناه لحد ما ابدا ان انا اظهر عليها محتوى كويس يفيد الناس، فبدات ان انا افتحها اليومين دول واشتغل عليها تاني، وبدات ان انا اوصلها ل150,000. ايه خطتك الفتره الجايه؟ باذن الله انا في جريده ناويه ان انا بكتب مقالات صحفيه، وفي راديو اسمه تنتن، وببدا بقى في اليوتيوب. يعني باذن الله ناويه اعمل حاجه هادفه للشباب وكده. من نجاح لنجاح من يا رانيا نجاح ان شاء الله ان كده، شاء الله وتكوني حاجه كبيره ومتالقه في مجالك، ان شاء الله وزي يا رب. ما قلت لك تاني عقبال ما تكملي المليون على اليوتيوب والفيس وكل حاجه. ان شاء الله يا رب. ايه اكتر حاجه نفسك توصلي لها؟ اكتر حاجه نفسي اوصل لها اكون مذيعه كبيره جدا، لان ده هدفي بقاله كتير يعني، بس عليه دلوقتي، بس ما عنديش الخبره قوي ان انا اكون فيه، ف ماشية في الجرايد والكتابة والمقالات والحاجات دي لحد ما اقدر ان انا ابقى تمام قوي. وبإذن الله يعني الخطوة الجاية هكمل في اليوتيوب طبعا لحد ما اوصل المليون، ولحد ما ابدأ ان انا اعمل حاجة واثبت كيان لنفسي، لان انا كده يعتبر ما عملتش اي حاجة، انا كده لسه في الاول خالص. ليكي حلم او هدف غير انك تكوني مذيعة؟ انت كرانيا ليكي حاجة نفسك تحققيها في حياتك؟ طبعا هو الإذاعة ده أول مشوار أنا بدأه، أو أول مشوار أنا بسعى له من وأنا عندي 14 سنة، لمجرد إن أنا بشوف صحفيين في الشارع، مذيعين، مقدمين برامج، فالموضوع عندي حلم وموهبة وهواية، فإن أنا بسعى فيه دلوقتي أكيد في وقت من الأوقات هبدأ إن أنا أحققه، وشايفة هو ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن أحققها وأكون فخورة جدا إن أنا وصلت لها. إن شاء الله. عمرك فكرت تدخلي في مجال التمثيل؟ مش قوي منفع، انا بعرف امثل وكل حاجه، بس مش لاقيه الفرصه، وهتكون صعبه شويه. هتكون صعبه من جهه ايه؟ من جهه ان مفيش كاست بيقبل مثلا ناس بحجاب، او مثلا عاوزين شروط معينه، فطبعا مش نافع معايا. فلقيت ان البديل لي او التمثيل لي اليوتيوب، الافلام القصيره، منك لنفسك. بس بنلاقي ممثلين كتير اصلا محجبين، هو مش اغلبهم بس في فئة معينة محجبين، وممكن غير حوار التمثيل ممكن تتجهي للمسرح. ليكي هدف ان انت كتشتغلي ممثلة في مسرح؟ ليا هدف، بس ما يعني ما فيش قبول عندي ان انا اشتغل في مسرح. يعني
انا مش هشتت نفسي في كذا حاجه حواليا، انا شايفه ان انا نافعه في حاجه فمكمله فيها، لكن هفكر في كذا حاجه يبقى انا بشتت نفسي وماشيه في طريق غلط. ايوه. بما انك اتكلمتي على موضوع الحجاب، شايفه ان الحجاب عقبه في طريقك بالنسبه انك تبقي مذيعه؟ لانه اغلب البنات شايفين الموضوع ده. هو ساعات يعني ساعات بلاقيه عقبه، وساعات بلاقي ان اللي عنده هدف وعنده حلم هيوصل له، مش يعني مش هيحط قدامه حاجه. اصل انت بتطلعي بموهبتك وبذاتك، ما بتطلعيش مثلا للفت انتباه او كده. عمرك فكرتي انك تقلعي الحجاب؟ هو كلنا طبعا بنفكر في الموضوع دوت، ان احنا نقلق، يعني عاوزين نعيش تجربة جديدة، عاوزين نعيش حاجة مختلفة. بس يعني كل مثلا ما باخد القرار برجع عنه تاني واقول لا، انا هوصل للي انا عاوزاه، علشان ما يجيش مثلا يقولوا لما بدأت في سلمة اليوتيوب او بداية الشهرة قلعت الحجاب، زي نص اليوتيوب اللي عمله نص الفيسبوك وكده. طب تفتكري لو قررت انك تقلعي الحجاب اهلك هيوافقوا؟ لا طبعا، ده يعني عقبة عندنا كبيرة جدا. بس يا يارا انا مش شايفة الحجاب عقبة او ان هي توقف مشوار حد او حلم حد عاوز يحققه. فعلا زي ما رانيا قالت، الشخص بيطلع بموهبته وبذاته مش بشكله ولا بحجابه او بشعره. اكيد، بس انا بتكلم انه في بنات كتيرة اول ما بتتشهر اول حاجة بتقرر ان هي تقلع الحجاب، فعشان كده انا بسألها. ايوه فعلا، ومنهم اصحابي ومنهم ناس اعرفهم كانوا محجبات عاديه جدا ولبسهم عادي جدا، لما بدا يجي معاهم فلوس بداوا ان هم مثلا يبقوا مشهورين، بيتشافوا كتير، الفولورز عندهم وصلوا للمليون والنص مليون وال100 ألف، اصبح اللبس مختلف تماما عن الاول، الحجاب طبعا قلعوه. فده حاجه تخليني ان انا ما يعني افضل ماشيه في طريقي، لان انا كده عارفه ان انا ماشيه صح، انا واثقه في كده جدا. اكيد يا ربنا يوفقك يا رانيا. يا رب. طيب كلمينا اكتر عن اي المقلب اللي ناويه تعمليه الفتره اللي جايه، ايه القرار يعني، ايه اللي ناويه تنزلي تساليه؟ هو انا نفسي جدا ان انا اعمل مقلب في بابا من النوع العصبي جدا. باباكي مره واحده يعني من النوع العصبي اللي هو تطرد من البيت. يعني اللي هو فعلا ممكن يقول لي امشي اطلعي بره ويكون قرار، او ممكن اللي هو يمد ايده جامد ويتعصب. بعد ده كله عايزه تعملي مقلب فيه؟ معلش هنقطع الكلام، معانا اتصال تليفوني من شهد، ونقول الو. الو الو، يا شهد ازيك؟ الحمد لله. صاحبتي اتفضلي. رانيا. ايوه يا شهد سامعاكي. فرحانه جدا شايفاكي. ايوه معاك يا معانا يا شهد، دي صاحبه ابتدائي. احسن. وطي التلفزيون واسمعي وكلمينا من التليفون. مبسوطه جدا ان شايفاكي وشايفاكي من احسن لاحسن. عايزه اقول لك انا بحبك جدا. وانا كمان والله بحبك جدا. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. شكرا ليك يا شهد. اللي ما يعرفش هي بتبارك لي على ايه، هي بتبارك لي على ان انا مسكت مقال جديد في جريدة واسمي نزل فيها امبارح، فهي بتهنيني عليه، فبتحسب ان ده تبع ده. ايه الجريدة اللي انت شغالة فيها؟ هي الجريدة الكترونية، فبدأت ان انا اكتب فيها او ان انا اتدرب فيها ان انا اوصل اكتر في مجال الصحافة ويكون عندي الخبرة فيها. حابة اكتر مجال الصحافة ولا مجال الاذاعة؟ بصي، هو انت مش هتدخلي كله مرة واحدة، يعني انت هتبدأيها خطوة خطوة. هتبدأي مثلا بالصحافة شوية شوية، هتلاقي ان انت خلصتي مجال الصحافة وبدأتي تفهمي كل حاجة فيه، من اول اعداد لاول سكريبتات لكل حاجة. هتبدأي بقى تتجهي للاذاعة، يعني هو كل مجال واحد، الاعلام كله مجال واحد. انت ملمة بمجال الاعلام كله. بالظبط، واخده جميع الاقسام. اذاعه ومذيعه، انك تكوني مذيعه وكمان انا ان اوصل اصلا ان انا اكون مذيعه راديو، او ان انا ادخل في راديو. انا دخلت في راديو اسمه ميديا هاوس، ان انا اوصل للراديو دوت، او ان انا اوصل عامه لتجربه الراديو ورهبه الاستوديو وكده. كنت بدات برضو باليوتيوب، يعني انا كنت شايفه ان اليوتيوب اي واحده عندها حتى لو 10,000 فولورز على اليوتيوب
هتبدا ان هي توصل لحلمها، لانك انت كده كده معروفه، فلما هتروحي البرنامج انت هتكوني معروفه ومتشافه، فتبداي ان انت تعملي حاجه ليكي. فعلا فعلا دلوقتي اللي طلع اصلا الناس بتوع اليوتيوب بالظبط هم اللي واخدين، هم اللي واخدين حقهم جدا. أيوة. في اي حاجه عاوزينها عامه، سواء بقى اذاعه ممكن ما يكونش عندهم خبره، بس هم واخدينها بنظام ان هم عندهم بقى فولورز وكده، سواء نص مليون او مليون، فاللي هو انا هدخل حاجه بس لمجرد ان هترفعني اكتر، فهبدا ان انا اشهر نفسي. ما بيتجهوش للتلفزيون، كاميرا موبايلك وثبتها واعمل فيديو على اليوتيوب هتتعرف وهتتشهر، لان فلوسها اكتر من اليوتيوب وكده، فلوسها اكتر من التلفزيون. يعني ممكن التلفزيون لممثل مبتدئ ما يكونش زي اليوتيوب. وهناخد اتصال تاني معانا سلمى، نقول الو. الو سلمى. الو. ايوه اتفضلي. ايوه الو. الو. ايوه يا سلمى معانا. صباح الخير يا سلمى، اتفضلي سامعينك. صباح النور. الو. ايوه انا بسمع. وطي التلفزيون يا سلمى. الأول. سلمى معلش وطي صوت التلفزيون وعلي صوتك شوية. ايوه كده سامعيني؟ معلش تمام صوتك اعلى شوية. ايوه الو. ايوه يا سلمى اتفضلي. كنت بقول لك يعني صباح الخير الاول. صباح النور عليك. الو. قطع اتصال، حاولي تتصلي بينا تاني يا سلمى. طب انتي ما فكرتيش قبل كده انك يعني تطلعي في قناه تعملي برنامج بدل اليوتيوب؟ اكيد طبعا، بس انا شايفه ان انا عندي رهبه من الكاميرا، ممكن لا عندي مشاكل كتير، يعني ممكن اكون قاعده بتكلم واسرح، فطبعا مش هينفع ان انا اخد الخطوه ديت واطلع معرفش ادي كويس، فان انا اخد خطوه زي ديت لازم اكون كويسه جدا فيها، تكسري حاجز الخوف اللي جواكي بالظبط. تقدري فمع ان هي انت لو شفتي يعني الفون او انت مثبته الفون وبتعملي فيديو على اليوتيوب او بتعملي مقلب، انت ممكن تكوني عندك رهبه اكتر من انك قاعده قدام كاميرا، لان انت بتبقي عاوزه تطلعي زي ما بيقولوا بتطلعي اسوأ ما فيكي قدام الشخص اللي بتعملي فيه مقلب عشان يبدا ان هو يصدقه. ايوه. فدي الفكره نفسها صعبه، وفكره ان انت تطلعي فكره محتوى او فيديو او اي حاجه دي لوحدها صعبه جدا. فكرت قبل كده تدخلي في مجال التيك توك بان كل المشاهير بقت تعملوه؟ لا، التيك توك هو يعني استهزاء، انا ما بشوفش التيك توك غير استهزاء. انا ممكن انا عامله عليه على فكره، يعني انا بتريق على الناس انا بتريق على الناس وانا عامله عليه، بس الفرق في ايه؟ انا داخله فعلا قدامي فيديو، داخله انا بنتقده او بقلده بشكل مثلا فيه سخريه او كده. انا مش بقلل من بتوع التيك توك خالص، بس معلش انت يعني ما فيهوش رقابه ولا على البنات ولا على يعني انت ايه المحتوى اللي انت بتقدمه. طب اليوتيوب مفتوح قوي قوي بالظبط. اليوتيوب هقول لك مثلا انت ممكن هو محتوى تافه برضو، بس انت بتقدمي مثلا بتعملي مقلب، بتعملي حتى لو بتعملي تحدي اكل، بتعملي مثلا فلوج، اي حاجه، وادام انت لقيتي ناس تتابعك معنى كده ان انت معجبين بالحاجه دي او معجبين بالتخصص ده. هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم صباحك أحلى، وهيكون معايا زميلي كريم المصري، هيكون معانا في الحلقات الجاية إن شاء الله. أهلا بك كريم. أهلا بيكي وأهلا بأعزائي المشاهدين وأهلا بزميلتنا برضو يارا. أهلا بيكي. طبعا بصراحة أنا بشكركم جدا، يعني قمتوا بدور عظيم في خلال تأخري على الدائري يعني بس. وطبعا بنشكر بصراحة الضيفة الجميلة يارا رانيا سليمان، وكمان عايزين او حابين نرحب بضيفتنا اللي معانا دلوقتي منورانا في الاستوديو اللي هتعرفنا بيها يارا.
اهلا استاذه داليا، ازي حضرتك؟ معانا استاذه داليا تنميه بشريه. انا مدربه تنميه بشريه وبقدم برنامج بانوراما داليا على قناه صوت العرب، وبقدم برنامج حياتنا على قناه الصحه والجمال. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. عايزاك حضرتك تعرفينا ازاي ممكن الواحد يكون ناجح في حياته، ازاي ياخد خطوه النجاح. هو المشكله في النجاح ان اي واحد بيكون عايز يبقى ناجح بيقارن نفسه بغيره. يعني مثلا انا واحده بقبض 1000 جنيه في الشهر، واحد تاني بيقبض 100000 جنيه، فانا عايز اوصل للي بيقبض 100000 جنيه. لا، ما بصلوش. هو النجاح عموما انا بعرفه على طول مجرد انتقالك من المكان اللي انت فيه، اللي هو انت مثلا في مكان دلوقتي اتنقلتي منه، اتنقلتي مكان اعلى حتى لو اعلى صغير، ده اسمه نجاح. يعني مجرد تحركك من المكان اللي انت فيه لمكان احسن ده اسمه نجاح. لكن ما تقارنش نفسك بحد، ما تقولش لا انا عايز ابقى زي ده. كل ما تقارن نفسك بحد بتبقى قاعد في ستريس وفي ضغوط، فمش هتقدر توصل للنجاح اللي انت عايزه. انت عندك هدف بتركز في نفسك وعندك سعي مستمر، بس مركز في نفسك ما تركزش في غيرك. ازاي طالب الثانوية عامة يقدر يركز خلال الفترة الجاية، او برضو يعني حتى الشباب الجامعي انه يقدر يقوم بعملية موازنة بين ضغوط الحياة والوقت والمذاكرة والحاجات دي كلها؟ بيقدر يعملها ازاي؟ اهم حاجة تنظيم الوقت، دي حاجة مهمة جدا. يعني احنا مشكلتنا برضو في المجتمع احنا ما بنعرفش ننظم وقتنا غير المجتمعات الغربية. تنظيم الوقت ده هيساعد في النجاح، يعني ده من اهم العوامل اللي تؤدي للنجاح. بالنسبة لطلبة الثانوية العامة مشكلتهم انه الخوف، بيكونوا خايفين عشان النتيجه، بيبقى في رهبه في الاهل في البيت في المجموع، ده طبعا بيعمل ستريس عليهم، بيعمل ضغوط نفسيه. فممكن يقول لك انا فاشل، انا هسقط، انا مش كويس. لا، لازم تشجيع من الاهل اول حاجه. الاهل يشجعوا جامد ولادهم في الثانويه العامه ان هم متفوقين وهيبقوا شاطرين، ولازم يذاكروا، يبقى في تركيز عالي جدا جوه في البيت. يعني يبقى البيت يشجع الطلبه عشان يساعدوا يعملهم جو من التركيز، التركيز على المذاكره بس. لكن في الحقيقة اللي بيحصل ان هم ما بيحصلش تشجيع، بيحصل ان هم بيزودوا الضغط على الطالب ده. ما هو ده بقى بيعمل حالة من الخوف للطلبة، وبالتالي ما بيركزوش في الدراسة، فبالتالي بيجيبوا مجموع مش كويس. اهم حاجة التشجيع من الاهل عشان التركيز. اعزائي المشاهدين، كان نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونحب نشكر دكتورة داليا معانا، وشكرا لوجود حضرتك معانا. استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم صباحك احلى. اي حد عنده موهبه حابب يقدمها يتفضل معانا في البرنامج، او يتواصل معانا عن خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج صباحك احلى.